هنشوف لسه بعد كده كمان هنتابع معاكم الوضع في سوريا، بس عايز نشوف في قضايانا المحلية كده، نشوف لسه القضية المتعلقة بمشاكل التموين، كتير جدا في لسه مشاكل تموين معلقة لابد أن نجد حلا لها، لأن الناس الحقيقة بتتشبث ببطاقة التموين وبتتعامل معها لأنها بطاقة الحياة. في المدرشين هتشوفوا دي مجموعة من نماذج بيكلمونا ناس كتير عن ان المشاكل المتعلقة بالبطاقات التموينية، يعني اتمنى ان نجد لها حلا اول ما الوزير يستمع اليها يقول والله طب تعالوا نشوف كيف يمكن ان نحل هذه المشكلة لناس لا تستطيع ان تجد الحياة الا من خلال السلع التموينية البسيطة دي، هي بطاقة حياة وليست بطاقة تموين. يعاني أهالي البدرشين من تعقيد إجراءات استخراج البطاقات التموينية سواء للبدل التالف أو استخراجها لأول مرة، فضلا عن مماطلة شركات الكروت الذكية في تسليم البطاقات، وتحمل الأهالي أعباء إضافية في شراء الخبز والسلع. منطقة بتاعتنا كلها منطقة ناس بسطاء جدا، وعندنا موظفة بتضرب بقرار الوزير عرض الحائط، على الرغم من ان كل المنظومات في وزاره التموين شغاله بقرار الوزير، والسيده المحترمه الفاضله موظفه التموين عندنا مدام امال بتاجل قرار الوزير لحسابها الخاص. مشكلة اللي انا ماليش تموين، ماليش خالص، ولا عند جماعتنا ولا عند جوزي، وجوزي راجل عاجز وما بيجيبش قرش من بره. ليه ما عندكيش بطاقه تموين؟ ما عنديش، قالوا سنها كبير ما نعملهاش بطاقه. زفوني من بطاقه بتاع والدي وقد عملت وائل الحذف وائل الاضافه، ولما جيت اقدم عند في البوسطه بوقت الحذف وائل الاضافه من 2015 حذفني وما اضافنيش. حضرتك بقى انا من يوم ما ربنا ما خلقني وانا ما باخدش تموين، ولا انا ولا اخويا ولا امي. انا بقالي انا متجوز بقالي 4 سنين، عايز اعمل بطاقه ليا، عملت بحث جديد وعملت في التامينات ان انا ماليش تامين. رحت تامينات خلصت وجبت الورق ورحت وديته المرازيق ضيعوه. عملت ورق تاني وبحث جديد تاني ومفيش برضو اي حاجة اتعملت جديدة. انا من 20 سنة مش عارف اعمل بطاقة تأمين، وكان السبب ان انا كنت فاتح محل بقالة وليا تأمين ان انا صاحب عمل. بعد كده صفيت المحل بتاعي وبقيت على المعاش، وقدمت عملت بحث وقدمت المكتب تموين البدرشين، وكل ما اروح كل شهر اقول الشهر الجاي، كل شهر اقول الشهر الجاي، فات 3 سنين لغايه الوقت ولسه ما استلمتش البطاقه. البطاقه دي واقفه وليا 10 ايام كده بجيب عيش ومش عارفه اشتري من بره، ورحت مكتب التموين دلوقتي قال اصبر على كمان شهر وانا مش عارفه اجيب عيش. ما ولا بنعرف نقرا ولا نكتب، بنروح المكتب بيطحونا، لا تيجي الشهر الجاي، نيجي الشهر الجاي ما فيش شهر جاي. ابقى قاعد قدام الباب بشوف ده ايه بيتباع. قدمت الورق وبرضه ما جاليش البطاقه، بقالي 3 سنين على كده وانا قاعد وساكن. قبل اروح اعمل ورق بيقولوا ما فيش تقديم دلوقتي خالص، وانا معايا 4 عيال وبجيب عيش حر وبجيب حاجتي كلها من بره، ولا جوزي شغال على توك توك. وبقدرش ان انا اجيب عيش حر كل يوم. اروح لمين؟ قولي لي اروح لمين عاوز اعملها؟ انا تعبت مش لاقي حد خالص التكيل. ريحونا يا ناس، حرام عليكم. أتمنى أنه لما المسؤول حتى يجد الشاكين هو اللي يذهب للشاكين، ما يستناش يقول لك ما يبعتولي شكوى، لا هو اللي يذهب إليهم ويقول لهم طب نحل المشاكل دي إزاي. لما تلاقي فيه الاستغاثات بالشكل لأنها متعلقة بزيت وسكر وحياة مواطنين، يعني هنسمع ده الاستغاثات بهذا الشكل. أتمنى أن أي مسؤول يتعامل معاه انه تعالوا نحل المشكله، مش بمنطق. احيانا البعض بيقول لك ايه العناد بقى، مش هم يعني ايه يعني عايزين يتكلموا في الفضائيات طب مش حلينها. لا ده بالعكس، احنا يا سيدي وسيله اتصال بنوصل لك صوت الناس وبنقول
تعالوا نجد حلولا لهم يعني.